بغي تجيب 20 في الفروض وتكون الاول في القسم راه ماشي مستحيل، ولكن خصك تتبع خطوات ونصائح اللي غادي تكون مضمونه ان شاء الله. في الفيديو غادي نشارك معكم الطرق اللي غادي تخليك تركز تفهم وتجيب افضل النقاط. اذا كنتي ولا لا كنت باغي تعرف هاد الاسرار باش تحقق 20 في الفرض، تبع معايا حتى لاخر الفيديو. السلام عليكم ايها الابطال، كي دايرين؟ كلشي بخير. اليوم جايب لكم موضوع كيهم بزاف ديال التلاميذ، وكنعرف ان بزاف منكم باغي يعرف كيفاش يجيب 20 في الفروض. واش ممكن؟ ممكن، ولكن خاصك تلتزم ببعض النصائح وتنظم وقتك بطريقه ذكيه. الا كنت مهتم تابع معايا الفيديو خطوه بخطوه. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش غرض من هذا الشيء هذا، بلا ما تضيع الوقت ديالها في هذا الفيديو وتخرج من هذه الدقيقه هذه. دوك انا ما كنتكلمش من فراغ، وانما هادو بعض الدلائل على ان هذه الهضره اللي كنقول لكم راه ماشي هضره من فراغ وانما مثبته بالدليل والبرهان. هادو بعض يعني التلاميذ وبعض التعليقات وحصول ديالهم على هاد النقاط اللي كانت ممتازه في السنوات الماضيه. دوك انا لقيت بزاف ديال التعليقات، ما بغيتش انا نكثر عليكم، يعني درت غير واحد المقتطفات من بين اللي كانت في القناه. اذا باش تحقق 20 في الفروض خاصك تكون منظم وما تراجعش بطريقه عشوائيه. حاول دير اول حاجه واحد جدول زمني للمراجعة، وخصص وقت لكل مادة. مثلا كل يوم خصص واحد ساعة لمادة معينة وبدل ما بين المواد. تنظيم كيساعدك تراجع شوية بشوية وما تضغطش على راسك. قبل ما تبدأ المراجعة حدد واش غادي تراجع فقرة ولا تراجع درس كامل. دوك الأهداف الصغيرة كتحقق نتائج كبيرة. باش تجيب 20 الفهم كيسبق الحفظ. بزاف من التلاميذ كيركزوا على الحفظ فقط، ولكن هذا خطأ وخطأ كبير. خذ وقتك باش تفهم كل مفهوم جديد في المادة ديالك، ماشي غير تحفظ. فاش كتفهم غادي تولي قادر تجاوب على اي سؤال من اي زاوية. الا كنت ولا كنتي كتفهم او كتفهمي الدرس ديالك، جرب تكتب ملاحظات خاصة بك، وهذا الشيء غادي يعاونك باش تسترجع المعلومات بسرعة. التمارين هما السر باش تعرف واش راك متمكن من الدرس ولا لا. حاول جيب فروض ديال السنوات اللي فاتت وشوف الطريقه ديال الاسئله، غادي تعرف كيفاش كتجي الاسئله وكيفاش كتكون الصياغه ديالها. بعد كل درس حاول دير واحد التمارين وتدرب عليه، وهذا الشيء غادي يخليك تفهم الدرس مزيان وما تنساش المعلومات. وهنا بين قوسين جبت لكم بلاي ليست غادي نوريكم الطريقه كيفاش تقلبوا على جميع الدروس من الاولى اعدادي حتى الاولى باك. كاين دروس مرتبه وكاين يعني التطبيق ديال التمارين من بعد ما تفهم دوك الدروس هذوك. المراجعه الذكيه كتساعدك تخزن المعلومات في دماغك بطريقه منظمه وسهله. دير ملخصات خاصه بك بيديك، واختصر الدرس في افكار رئيسيه. كلما كان الملخص قصير ومرتب كلما كان سهل عليك انك تراجعه بالزربه. حدد الافكار ديالك على شكل خريطه، وهنا كنتكلم على الخرائط الذهنيه، بحيث تكون عندك واحد الفكره شامله على الدرس كامل. قلب في الانترنت راه كاين مئات الفيديوهات اللي كيوريوك كيفاش تخدم الخريطه الذهنيه. واحد اليوم قبل الفرض كيبان ليه اثار كبير على النقطه النهائيه. حاول تنعس بكري وتاكل وجبات خفيفه وصحيه، حيت الراحة كتعاونك بزاف باش تكون مركز في الصباح. ونهار الفرض حاول ما تراجعش بزاف، غير الأفكار الرئيسية فقط. كاين بعض التلاميذ اللي كيجيهم توتر أثناء الفرض، دوك فاش تدخل الفرض إلا كنت من بين التلاميذ اللي كيجيك التوتر، حاول يعني تنفس بعمق، دير التمارين ديال التنفس بعمق. حاول دير واحد الشهيق بالأنف ديالك، واحد الزفير كبير بالفم ديالك، وهكا غادي تخفف شوية ديال التوتر. فوكاليزي وركز على الورقه ديالك، وركز على كل سؤال، وبدا بابسط الاسئله باش تدخل في المود ولا في المزاج، ومن بعد زيد في التدريج شويه بشويه. في الاخير بغيت نقول لكم بان 20 راه ممكن توصل لها بالصبر والتنظيم ديال الوقت والتركيز. فإلى عجبتكم هذه النصائح هذه ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع
اصحابكم باش يستافدوا حتى هم. ونتمنى لكم التوفيق في الامتحانات والفروض ديالكم.